ومعنا من مالمو الأستاذ لبيد صميدة، عضو التحالف الوطني المعارض، للحديث عن مستقبل العراق والنفوذ الإيراني فيه مع صعود جو بايدن إلى سدة الحكم في البيت الأبيض وخسارة ترامب. مرحبا بك معنا سيد لبيد. أهلا وسهلا بكم. جو بايدن فاز إذن على خصمه دونالد ترامب، ماذا يعني صمود أو صعود نجم الديمقراطيين في البيت الأبيض على حساب الجمهوريين، لا سيما فيما يتعلق بالقضية العراقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد هناك تغيير بالسياسة الأمريكية نحن مقبلون عليه، وما يهمنا أكثر ما يهمنا هو التغيير الذي ستتأثر به المنطقة العربية بصورة عامة والعراق بصورة خاصة. كما تفضلتم في تقريركم، ترامب سياسة ترامب كانت بالحقيقة سياسة رغم أنها لم تكن حاسمة إلا أنها كانت شديدة القوة والعداء على إيران، وذكرتم عدة أمثلة في تقريركم من أبرزها عملية اغتيال قاسم سليماني ومساعده أو قائد الحشد الشعبي المهندس، بالإضافة إلى ضربات تلقتها الميليشيات هنا وهناك، وهي ضربات تأديبية لم تكن بالحقيقة ضربات حاسمة ضد الميليشيات. و ترامب أبقى على وجود على بقاء الميليشيات قوية، وتعرضت إضافة إلى ذلك تعرضت طهران أو إيران إلى ضربات في مناطق يعتقد بأنها تقوم بتطوير الملف أو إنتاج أو تخصيب اليورانيوم هناك. السياسة الأمريكية المقبلة بقيادة بايدن والحزب الديمقراطي ستكون مختلفة تماما عن هذا، لن يكون هناك أي شكل من أشكال التصادم بين إيران وأمريكا على التصادم بالمعنى العسكري أو الضربات أو هذا التوتر. بايدن والحزب الديمقراطي سينتزعون فتيل التوتر بين طهران وواشنطن. والحزب الديمقراطي أصدر تقريرا الحقيقة في خلال هذه السنة قبل الانتخابات، أصدر تقريرا يعتقد فيه أن أفضل طريقة لإيقاف جهود إيران الساعية لإنتاج القنبلة النووية هو العودة إلى اتفاقية الملف النووي التي وقعت في عام 2015. نعم. فإذن أعتقد أن بايدن سيسلك نفس السياسة. تعتقد أنه سيكمل ما بدأه أوباما من قبل؟ أوباما بالضبط. نعم. نعم. أعتقد هذا. هذا بلا شك سيؤثر على العلاقة مع إيران كما تفضلت، وبالتالي سيؤثر على المشهد في العراق، لأننا نعرف كيف تتوغل أو تتغول إيران في العراق من خلال ميليشياتها ورجالها. كيف سينعكس ذلك على العراق؟ هناك وجهات نظر متقاربة وإن بدت متناقضة. يعني هناك من يقول بأن التأثير سيكون سلبيا على المستوى المنظور أو في الظاهر يبدو سلبيا، لكن في نفس الوقت نفس النظرة ترى بأن في هذا المشهد هناك إيجابيات كثيرة. الاعتقاد السائد بأن الميليشيات ستتمتع بارتياح أكبر بعد اختفاء ترامب وسياسة ترامب الدراماتيكية التي أدت كما ذكرنا إلى تأديب هنا وهناك، عمليات تأديبية هناك وهناك واغتيال قادة إلى آخره. لكن في الحقيقة المشهد العراقي هناك نظرة إيجابية. لماذا؟ لأن على الأقل إذا تكلمنا فيما يتعلق بالانتفاضة القائمة منذ أكثر من عام، صفة الجوكرية التي أطلقها الحشديون أو الميليشيات أطلقتها على أو حاولت أن تلصقها بالمتظاهرين وبالناشطين، بالحقيقة هي جديرة بهم هم الميليشياويين، وبدليل أنهم احتفلوا بفوز بايدن، وهذا يعني أنهم بالحقيقة هم الذين يراهنون على الدور الأمريكي، هم الذين يراهنون على أمريكا التي ستحابي أو ستكون مهادنة لإيران، أمهم الحنون إيران، لكي يكون يتعزز نفوذهم من جديد. هذا من ناحية. من ناحية أخرى بالحقيقة وجود بايدن ونهاية التوتر بين أمريكا وإيران
سيلغي او سيرفع عن المتظاهرين هذا الانطباع بان المتظاهرين كان او هناك قسم من المتظاهرين كانوا يعولون على دور امريكي في حزم الصراع او في ان يدعموهم او يساندون المتظاهرين. لا ترامب ساندهم ولا والمقبل بالتاكيد يعني من يقول. ناحيه اخرى استاذ لبيد، كيف يمكن ان نفسر موقف الميليشيات التي رأينا وسمعنا شعارها الموت لأمريكا وهجومها على سفارة واشنطن في بغداد، ثم الآن تتقدم هذه الميليشيات بالتهنئة والمباركة لبايدن بفوزه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية؟ كيف نفسر ذلك؟ يعني هل أمريكا بايدن ليست هي ذاتها أمريكا ترامب؟ اولا شعار الموت لامريكا هذا الشعار سقط بالحقيقه واصبح مجرد كلمات وهو فارغ من المحتوى من الاساس، ولم ينقل الى حيز التنفيذ قيد شعره. هذا الشعار بالحقيقه شعار مكشوف ومفضوح ويستخدم بين فتره وفتره للاستخدام للاستهلاك المحلي، ولا يمكن ان يستوعبه الا الاغبياء، لا يستطيع لا يمكن ان يؤمن به او يصدقه الا الاغبياء. هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى بالنسبه للميليشيات استاذي، الميليشيات هي بالاساس اذا عدنا الى فتره التوتر الطائفي والحرب الاهليه في العراق منذ 2004 2005 بالحقيقه هذه الميليشيات توالدت وتكاثرت في ظل وجود الامريكي، الامريكان في خلال الحرب الاهليه في العراق والحرب الطائفيه الأمريكان كانوا موجودين بقوة وكانوا يتفرجون على مشهد التقاتل بين فئات المجتمع العراقي، وكانت الميليشيات تزداد شراسة في حماية وفي غض النظر في ظل غض النظر الأمريكي عنها. فعندما خرجت عندما بدأ الاحتلال كانت هناك عدد الميليشيات يعد على الأصابع الواحدة أصابع اليد الواحدة، وعندما خرج الأمريكان وانزووا إلى معسكراتهم كان عدد الميليشيات يتجاوز 60 فصيلا. فاذا لا امريكا لا يوجد اي عداء بينها او مشكله بينها وبين الميليشيات. ثم ان بعد ان بدات الحرب على الارهاب متمثله بتنظيم الدوله الاسلاميه، لاحظنا عمليه التنسيق والتعاون الميداني حتى على المستوى الميداني بين الامريكان وبين القوات الحشد الشعبي بقياده قاسم سليماني نفسه، وكان سليماني رغم انه كان مطلوبا على وموضوعا على لائحه الارهاب الدولي، نعم. لكنه كان على مقربه بضع كيلومترات طيب من وجود القوات الامريكيه في الميدان. طيب استاذ لبيد، يعني طالما انك اجبت عن السؤال التالي سانتقل للسؤال الذي بعده حول موقف الحكومه في بغداد من هذا المشهد. يعني من المفترض اننا عندما نتحدث عن العراق نتحدث عن الميليشيات والنفوذ الإيراني كمكون، وعن الحكومة أيضا كمكون آخر في العراق وله موقف من نجاح بايدن، وربما هناك إيجابيات وسلبيات تراها الحكومة في هذا المشهد. بالنسبة للحكومة العراقية، انتهت فترة التوافق الأمريكي الإيراني على إنشاء حكومة في العراق، هذه الفترة انتهت منذ تسلم عبد المهدي. أحسن تفاهم حدث بين إيران وأمريكا في من أجل إنشاء حكومة هو في عندما 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 جاء المالك العبادي، وبعد العبادي تراجع الدور الأمريكي في التوافق بين مع إيران. أما الآن فالحكومة هي حكومة مؤقتة، وهذه الحكومة دورها هو إجراء انتخابات مبكرة، وعمر هذه الحكومة يفترض أن عمر هذه الحكومة لن يستمر أكثر من 8 أشهر. لذلك فالحكومة لا يفرق عندها يعني إذا كانت بايدن أو ترامب، لكن هذه الحكومة بالحقيقة ستكون أكثر خضوعا لإيران. لماذا؟ لأن إيران ستجد متنفسا في ولاية بايدن، ولن تكون مقيدة كما كان عليه الأمر في ظل ترامب. لذلك فإيران ستفرض شروطا أشد مما كانت عليه على الحكومة الحالية، وستتحكم حتى في مسار الانتخابات. لذلك أنا أعتقد أن الانتخابات المقبلة المبكرة
ستكون اليد الإيرانية طولة فيها، ومسألة ويجب أن نغسل أيدينا من أي تغيير وصلت الفكرة. تغيير نعم. تغيير جوهري حقيقي عبر الانتخابات المبكرة القادمة. من مالمو عبر الخط الهاتفي السيد لبيد الصميدي عضو التحالف الوطني المعارض، شكرا جزيلا لك.